هاي، ازيك؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد من قناة كيوت جيرلز. الفيديو النهارده هيكون طريقة عمل الاندومي بشكل جديد. بصوا، طبعا انا هعملها عادي جدا، ولكن هعمل فيها يعني تركتين كده حلوين بيخلوا طعمها احلى. هنعتبرها ان هي مكرونة مش اندومي، لان احنا ناكل جنبها فراخ، فهتكون مفيدة اكتر ان احنا بنعملها زي المكرونة. تمام، وهنعمل برضو فيها حاجة جديدة كده هتعجبكم ان شاء الله، للناس اللي بتحب الخضار والحاجات دي. انا بحب الخضار جدا، فعشان كده هعمل التريك دي. فطبعا قبل ما نشوف الفيديو، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف الفيديو. نهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو استفدتوا منه بليز اعملوا لي لايك، واعملوا لي سبسكرايب كمان للقناة، وشير للفيديو لو عجبكم، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.